بقالنا دلوقتي تقريبا اسبوع والزميل الاعلامي الشاب والممثل عمرو سمير لسه مرجعش من اسبانيا. ليه؟ والد عمرو الله يرحمه الاستاذ سمير سافر يوم الخميس اسبانيا علشان يتسلى من جثمان. بعد ما صلوا عليه وكل حاجه الامن هناك رفض وبيتاكد من عدم وجود شبهه جنائيه في الوفاه. انتوا عارفين ان التقرير الطبي الذي نشر كان بيحدد ان عمرو جاله هبوط حاد مفاجئ في الدوره الدمويه اثناء نومه بعد ما راح صاله الجيم في الاوتيل ولعب رياضه. هو رياضي جدا وشاب محترم وعلى خلق عظيم، يعني من الشباب اللي يتزعل عليهم بجد. سمعته بسم الله ما شاء الله، وابن الزميله الاعلاميه الكبيره والاستاذه طبعا الاستاذه مجد عاصم، ربنا يصبر اهله جميعا واصدقائه واحبابه. عمرو كان شديد التهذيب. طب يا جماعه تقعد المده اسبوع ليه؟ يعني ليه الطب الشرعي ما اشتغلش؟ ليه ما حددتوش اذا كان في شبهه او عدم وجود شبهه؟ قال لك اصل الخطا جه من ان كان لازم نستنى حد من اهله يجي من القاهره يتعرف على الجثمان ويقول هو ده. استاذ سمير مساء الخير. مساء النور يا فندم. وخالص العزاء لحضرتك، يعني بنعزيك من قلوبنا بجد. لا لا يا حبيبي انا في نعمه الحمد لله. الحمد لله، ربنا يديم عليك صبره ونعمته وتبقى سيرة عمرو في كل مكان تفرح وتشرف. يعني انا عارف ان انت كنت بتحبه وهو كان بيحبك. انا كنت بحبه قوي وعارف انه على خلق طول عمره وخجول وحي ومحترم. وهو اللي هذا الكلام والله الله يرحمه ويحسن اليه. الحمد لله. احنا متاخرين ليه في نقل الجثمان ليستقر في مثواه هنا في مصر؟ لا لا والله ما فيش تاخير ولا اي حاجه. هي القصه كلها ان يعني حصل لخبطه في عمليه الاوضه وزميله اللي كان موجود ومشي والكلام ده كله. انا بعد كده طبعا انت عارف حضرتك واخبارك اسبانيا بالذات. نعم. في خلال الفتره بتاعت الصيف دي بتبقى مدريد حاضر جدا، بيشتغل بنسبه 30% من الكباسيتي بتاعهم. ايوه. وبالتالي اخبار حضرتك الوقت طبعا ما اسعفناش لغايه انا ما سافرت، والحمد لله يعني قابلت القاضي وبشكر حي السلطات الاسبانيه، ويعني وكان القاضي متفاهم جدا ووضحت له الامر واثبتت له ان ده ابني. والراجل يعني يشكر حقيقي ان انا طلب مني ان انا اروح اتعرف على الجثمان ورحت الحمد لله والشكر لله. وطبعا بتعاون حقيقي حقيقي مش على قناه التلفزيون بتكلم، حقيقي الخارجيه موصله في السفير يعني الدكتور احمد اسماعيل ومعاه وائل لطفي قنصل ومعاه الدكتور عاطف يعني واعضاء السفاره والله مساء الخير كلهم شالوني من على الارض يعني والله. انا وزميلي اللي كان جاي معايا خدونا من على باب المطار والله الى وقتنا هذا هم معايا كل دقيقه. طيب احنا مش منتظرين اي حاجه من الطب الشرعي او كده؟ لا. نعم. مش منتظرين اي حاجه من الطب الشرعي او لا 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 مش او المباحث الجنائيه؟ لا مفيش اي حاجه مستر خالي، كل حاجه الحمد لله كويسه والامور تمام يعني. ومفيش احنا عندناش الا منتظرين ان يوقع القاضي يوم الاثنين ان شاء الله على قراره. والمدعي العام لازم المدعي الاسباني هو يصدق على قرار المحكمه. نعم نعم. وبالتالي ان شاء الله على حضرتك خير ادان ان احنا يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله ربنا يتم الامر على خير ويجي يدفن في بلده ويظل في قلوبنا رمز للشباب المشرف المحترم الناجح الله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يكرمك يا رب خير ويكون شفيعا لكم ان شاء الله باذن الحمد الله. الله الحمد لله. يعني احنا مش طالبين بس الا الدعوه بالرحمه بس. ربنا يغفره ويرحمه. يعني لا مراد للقضاء الا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا، ترجع لنا بالسلامه وتعازينا للاستاذه ماجده ولكل الاسره ولكل الاحباب. حضرتك ان شاء الله وجميع كلكم متشكرين يعني. بشكرك يا استاذ سمير، بشكرك يا فندم. استاذ سمير والد الزميل والحبيب الاعلامي الراحل
عمرو سمير، عمرو سمير كان رياضي جدا، ما فيش الطب الشرعي قال لم يثبت انه كان واخد اي منشطات اي حاجه خالص، بس هو بيبقى ما كانش واكل كويس، لعب رياضه جامد وطلع نام، فحصل له هبوط في الدوره الدمويه. كلها اسباب على فكره، يعني واكل مش واكل، لاعب مش لاعب، هي في نفس اللحظه والساعه. في عندنا تليفونات ولا اطلع يا شباب؟